كل الأقمار الصناعية اختفت في آخر الدنيا. مفيش هنا اتصالات خالص. أنا لسه على فكرة في وادي الموت. دي محطة بيسموها رينجر ستيشن، جريب واين رينجر ستيشن. رينجرز اللي هم الناس اللي بيقوموا برعاية الغابات والصحراء والكلام ده كله، اسمها رينجر ستيشن. وزي ما انت شايف، لو انت بصيت هنا من القمر الصناعي هتعرف ايه الخطة هنا. الخطة عبارة عن ايه؟ المكان ده من شو بقى كذا مليون سنة اتضرب بنيزك من السماء وعمل حفرة كبيرة قوي، والحفرة اتملت تراب، والحفرة دي هي اللي ماسكة الجبال دي بينها وبين بعض. ايه اللي هناك ده؟ هنا مفيش بشر، يعني لو دخلت مش هتلاقي بقى بشر خالص. معرفش ايه ده. زي ما انت شايف الصوت مفيش اي اثر للبشر. ولو بصيت كويس على المكان هتعرف. بص على التراب كده، على الارض شكلها ايه. دي حفرة كبيرة قوي في الكرة الارضية، والحفرة دي مليانة زلط وتراب نتيجة انها كانت عاملة الكريتر اللي هو الفجوة اللي لما حاجة تضرب الارض من السماء تعمل فجوة كبيرة، او الفجوة دي هي اللي بتتملى تراب. ولو بصيت على الطريق هتحس ان الطريق يا دوبك حاطين رميين مبلطين ومحطين اسفلت وكده بس، وبعدين مفيش هنا حد بيجي يعني. طبعا انا وقفت بالليل لان كان قامت عاصفة كبيرة وما كانش ممكن تشوف حاجة. السرعة هنا كام؟ 25. يقول لك واتر. هل دي لو فتحت دي هتنزل مية؟ كتر خيره. وانا بيقول لك كلوزد. جريب فاين يعني جريب يعني العنب، والفاين اللي هي تكعيبة العنب. فدي معناها بيقول لك محطة رينجرز بتاعت جريب فاين. وده المنظر دلوقتي الساعة 7 الصبح. لما تقرب عليها بيقول لك ديث فالي ناشونال بارك. ديث فالي يعني وادي الموت، ناشونال بارك يعني حديقة قومية. وهنا بيقول لك انت واقف فين بالظبط. انت واقف هنا فين؟ عشان تعرف انت هنا فين بالظبط، ده طريق 95، ده اللي انا رايحه، واحنا واقفين هنا. ودي الحدود اهي، دي الحدود اهي، نيفادا هنا وكاليفورنيا. يعني احنا واقفين على الحدود بين نيفادا وكاليفورنيا، احنا في جنوب خالص على فكرة. ودي اسمها جريب فاين هنا. وبيقول لك ان هنا ان في العجزه وفي تليفون وفي وفي وفي. هل في تليفون هنا؟ اه في تليفون. وانا جاي منين؟ انا جاي من طلعه جامده قوي دي، طالعه من هنا من كاليفورنيا. مشيت كده خدت 190، نزلت كده 190، وصلت هنا ووقفت هنا. هنكمل كده على 95، والرحلة طويلة، الرحلة قدامنا 8 ساعات على ما نوصل ليوت. وفي دورة مي. كويس، أو ما كنتش عارف كنت حاضر على الأقل أغسل وشي يعني. وفي أنتنة يعني، في المفروض يبقى في، هل في، مفيش هنا تليفون.
دي فيها خدمات يعني. ده اللي اسمه وادي الموت. لما تيجي تبص عليه كويس كده مفيش حاجة تعيش هنا الا الترتواز. الترتواز اللي هي السلاحف. مفيش حاجة خالص تعيش هنا غير الترتواز. في دورة مية. دورة مية كويس. كفاية كده. وهنا بيقول لك information monitoring dehydration اللي هي علامات الجفاف عشان الانسان ما يموتش يعني. urine chart دي علامة البول. البول شكل urine chart target. المفروض البول يبقى اللون ده. لو ابيض معناها ان الواحد شرب مية كتير. لو بني لو برتقاني معناها ان في حالة جفاف. لو كده يبقى في جفاف جامد. لو بني محمر يبقى في جفاف جامد قوي. دي بيسموها الشرط بتاعت البول. effect of water loss in performance. تأثير الجفاف على اداء جسمك. وانا بقول لك لو انت عندك 2% هيحصل لك ايه؟ عطش. وهتفقد القدرة على الحركة ومش هيبقى عندك رغبة في الأكل. لو في 5% هتفقد القدرة على التركيز increased pulse والنبض يزيد والتنفس يزيد وهتبدأ تبطئ. لو من 6-9% ده الجفاف. الجفاف اللي هي ازاي انت بتفقد المية قد ايه يعني. poor temperature regulation هتفقد القدرة على تنظيم الحرارة. high pulse labored breathing يعني نفسك هيبقى فيه تقل. flushed جسمك هيحمر. sleeplessness مش هتعرف تنام. tingling تنميل. stumbling هتخبط. headache يعني صداع. dizziness confusion. dizziness يعني دوخة. confusion يعني توهان. weakness لو اكتر من 10% loss of balance هتفقد التوازن. muscle spasm heat exhaustion يعني تقلصات عضلات. إرهاق حراري. delirium يعني هتهلوس. stroke يعني جلطة. death يعني موت. وهنا بيقولك you can monitor your hydration level by using the chart. بيقولك دي الطريقة اللي بتستخدمها عشان تعرف نسبة الجفاف في جسمك. the color of your urine should match the first to لون البول لازم يبقى كده. remember to bring water on all hikes. لما تروح الجبال لازم يكون معاك مية. drink a liter one liter per hour when outdoor. لما تكون برا لازم تشرب كل ساعة لتر مية. continue to consume water even when not outdoors. ولما تخش جوه برضو اشرب مية. if you wait you will feel thirsty. it may be لو انتظرت احتمال ما تقدرش يحصل لك مشكلة. alcohol contained drinks should not dehydrate. بقولك لو انت بره ما تشربش لا قهوه ولا كحولات. وادي هنا التليفون اهو زي ما انت شايف مقطوع. حد قطعه او حد شاله. وادي الخريطه نفس الخريطه. ومعرفش دي ايه دي. بريس تو ستارت بوتن بلو لانجوش. دي شكلها كده خرايط. دي خريطة شكلها. دي لا دي لو انت عايز تخش هنا وتعمل كامبينج. سنيك باستريل. بيقولك هنا تريل. لو انت مشيت على التريل ده على الارض سنيك باث. هل سنيك يعني معناها تعابين؟ هل هو طريق تعابين ولا دي حاجة مهملة؟ رود تو ريكفري. رود تو ريكفري ظهر ان حصل كارثة كبيرة هنا ودول بيحاولوا يطلعوا منها. الشمس طلعت والجو جميل. فلاش فلاد كاورز لما بيحصل فيضانات. لما
يحصل فيضانات هنا يلا السلامة. كل ده بيتدمر لان انت هنا على المستوى واقف على مستوى البحر. انت شايف نفسك عالي شوية بس ما تنزل تحت تعرف ان انت على مستوى البحر. كتر خيرهم عندهم مية وصابون وتواليت ورق تواليت تعليمات كويسة. التراك ماسك نفسه كان في نور ابيض هنا اختفى كله تمام.